نكمل، راح ناخذ بريك صغير مشاهدينا، خليكم معنا. مجموعة من النشاطات يلي صارت بلبنان اكيد دائما مين عم بيتابعها كلها زينة، وضمن محطتنا التالية مع اجندة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لك غادة، وطبعا بدي احيي كل المشاهدين، بدي اقول لك الحمد لله على السلامة. كثير انبسطت انه رجعت الحمد لله بصحة وسلامة، رجعتي لنا. طبعا مشاهدينا بدي احييكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وكافة انحاء العالم. يعني بتعرفي غادة، حتى بالظل شو عم بيصير مزبوط حوالينا، ارادة الحياة بتضل موجودة، بتضل مستمرة، العالم بدها تتأمل. صحيح. فمشان هيك اجندة بكمل مع كل النشاطات، يعني على الصعيد الاجتماعي، الثقافي، الفني. وطبعا رح نبدا اليوم مع هيك معرض كثير كان مهضوم صار مؤخرا للفنان مروان شمعه، بوجه له تحيه كثير كبيره اليوم عم بيحضرنا، يلي قدم بمطعم طاوله بمار مخايل معرض اسمه مشروع لولو. رح ننتقل ونشوف بعض المشاهد وكيف كان المعرض. مرة هون عنا ترويقة سميتها صبحية لولو، جبالي غير شوي عن الطريقة كيف واحد بيعمل الإكسبو تبعيته، بعازم أصحابي وعازمكم لإلكم نقعد على الترويقة ونفرجك ثلاث لوحات من سيرة اسمها مشروع لولو. مشروع لولو بالإنجليزي ذا ليتل لولو بروجكت. مزبوط، انا عاده بعمل بحب ارسم عن حب وغرام واشياء بتصير. انت اخر مره كنت معي بجاليري تانيت ب 2013 كان في عن ياسمين وادفنتشرز تبعوا ياسمين. هالمره هون كثير انسنت القصه لعب، وهيدي النوستالجيا على الثقيل بتذكرني ايام الطفوله، انا وقت كنا بالسبعينات نصيف ببعبدات كنا كمان نعمل العاب ونتزعرن على الجيران وما بعرف شو، مثل لولو وطبوش اللي بيعملوا قصص ومشاكلهم مع العالم، مغامراتهم، بس انه كلها اتس فيري انيسنت وبسط. هيدي هي عباره، والرسمات الستايل اللي مرسومين هن مثل الكوميك كفرز تبعوا لولو طبوش، يعني نفس الطريقه كيف مرسومين اخذت نفس الطريقه ورسمتهم انا. لولو طبوش هن امريكان كوميكس، مش ما خصهم بالعرب، هن بلشوا 1935، عملتهم فنانه اسمها مارج، وضلوا لل 45 بتصور شي 10 سنين، بعدين لما صارت بوبيلر ترجموا بعدة لغات، بالياباني، بالتلياني، وبيناتهم بالعربي. نحن على ايامنا كنا نحضرهم بالعربي على التلفزيون، كنا نحضرهم بالعربي، وفي كثير عرب بس بيفكروهم انه هن هدول انه شيء عربي، بس هن مش عربي، هن اكشولي امريكان كوميك ستريبس، بس وقفوا بال 45 هيك شيء، بطلوا يطبعون، كانت يطبعون بمجلات. هيدي لوحة واحدة بس مقسمة على ثلاثة بانلز بسموها تريبتيك، وهيدي هي لوحة اسمها شو طابخة لولو. ما في عندك طبوش، هلا أول شيء لولو قاعدة طبخت وعم تعمل الجليات خلصت، وفي عندك طبوش بالماجنيفاينج جلاس عم يجرب يعرف شو هي الطبخة، وعندك كابتن أدوك من تنتان عم يراقب من بعيد بده يعرف شو طابخة لولو، وعم بيقول هو شو طبخت لولو. هيدي هي الاساسيه. هلا ثاني لوحه هي من تحت بنشوف شوي هن شو عم بيشوفوا، هي سباجيتي، بس مش كثير واضحه هي شو السباجيتي. بعدين في لوحه هي الطبخه،
يلي هي موجوده ورانا بعدين بدكم نشوفها. هي الطبقه. هلا هي السيريز كثير سمبل، عباره عن ثلاثه بينتينجز هي، وفي واحده الثالثه منهم اسمها لولو ليسا. لولو ليسا يعني لولو ومونا ليسا. في عندك طبوش عم يعمل بورتريت للولو، ولولو شافت سوسات. تذكري، ما عم تتذكري، بالزمانات كان يحطوا دائما على الغلاف الخلفي في هديه، اذا واحد عبى البازل او ما بعرف شو ما يطلع له هديه. بقى شافت هي في سوسات، نسيت كل شيء، تركته لطبوش وراحت هتاخذ السوسات. كله هيك اتس فيري انسنت لعب يعني. إذن بعد ما تابعنا المعرض المهضوم للفنان مروان شمعه، على أمل نشوف له كمان أعمال جديدة تانية قريبا. رح نتابع لولو طبوش. لولو طبوش، إيه ذكريات حلوة بعيدة كتير. رح نتابع ولكن هالمرة مع حفل إفطار دار الأيتام الإسلامية يلي صار ببيال بحضور عدد كبير من السيدات. طبعا كان هذا الإفطار للسيدات. بننتقل ونشوف كمان بعض المشاهد.